تكيس المبايض هاجس أصبح يدفع الكثيرات لتبني حميات غذائية من أجل فقدان الوزن والدهون بصفة خاصة بعد استشارة طبيب النساء الذي ينصح بنظام غذائي صحي رفقة الدواء لمعالجة الخلل والتمكن من الإنجاب، الأمر الذي دفع بعضهن إلى تتبع حميات عشوائية وبطريقة غير صحية. تكيس المبايض رانا نشوفوا فيه في تزايد مستمر، خاصة مع شكون؟ مع اللي تتجافي ولا النساء اللي تزوجوا وعندهم صعوبة في الحمل. لي جينيكولوج لي زوندوكرينولوج يبعثوا لي مرات تاعهم مباشرة على جال هذا السبب، روحي نقصي في الميزان. نهار تجي هنا عندنا لادام باش تنقص في الميزان، كاين بزاف اللي يكونوا ديجا داروا دي ريجيم وحدهم، يديروا دي ريجيم في الفيسبوك، يديروا دي ريجيم من الانترنت، من جوجل، من اليوتيوب وتوسا. هذاك الريجيم ممكن دير فيه نسبة 5% صحيح والباقي خطأ، فبالتالي قدر دير ديجا واحد أخرى. كل شخص عنده الحمية اللي توالمه هو، ممكن ما توالمش غيره. عموما لازم الحمية تاعك تنقصي فيها دهون ماشي عضلات. لماذا؟ لأن المشكل في تكيس المبايض هو زيادة نسبة الدهون في الجسم، لهذيك راح تخلي هرمونات الجسم يتحولوا إلى هرمونات ذكرية. كما قلت لك مشكلة تكيس المبايض مشكل هرموني. إيمان واحدة ممن صادفناهم عند أخصائية التغذية هذه، جاءت من أجل حمية غذائية لفقدان الوزن ومعالجة الخلل. Donc j'ai un problème de surpoids. Du coup, j'habite le médecin, il m'a conseillé de faire un régime alimentaire. Ou voilà, j'ai été à la nutritionniste, mais je ne sais pas parce que je sais pas, mais j'ai expérience déjà fait un régime. Jamais mais d'ailleurs tout. Ou bien sûr, les amis ciblés, des places les amis chiens fait homme et tout. Mais j'ai pas encore la douche là. Les petites jeunes filles beaucoup plus. اللي راهم درك يعانوا بزاف من تكيس المبايض وهم أكثر الناس اللي راهم عند الجينيكولوج، خاطر يكون عندها مشكل في الحيض تاعها. تديها إماها على جينيكولوج تقولها بو عندك تكيس مبايض، طفلة مباشرة تخمم باللي تكيس مبايض سي با غاف ونبدا في دواء وانا ماشية. وممكن جدا تبدا دير ام تي ريجيم توسا، مي اللي يلحقها للنتيجة هي انها دير كل حاجة بصفة متكاملة. نبهكم على حاجة مهمة بالبزاف، تكيس المبايض اللي هي لي بيرتورباتور اندوكرينيان، كاين مواد يكونوا في المواد البلاستيكية، يكونوا في المواد التجميل، يكونوا في مواد التنظيف، هي عبارة عن مواد شبيهة هرمونات تدخل للجسم تأخذ مكان الهرمونات الحقيقية ويدير لك خلل غير مباشر. تكيس المبايض متلازمة تحتاج نظاما صحيا خاصا بها مع الدواء للحصول على نتائج إيجابية ومعالجة الخلل، ما يتطلب استشارة المختصين للحصول على أفضل النتائج.